وينضم إلينا المزيد من التحليل الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أستاذ جميل، يعني نحن بصدد أعمال الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، كما أعلن معظم المشاركين إلى الآن هناك تحديات مشتركة، كيف السبيل لحلها أو مواجهتها برأيك؟ هو بالفعل هناك تحديات مشتركة كبيرة جدا بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية، لأن كل ما يؤثر بالسلب على القارة الأفريقية فبالتبعية سيؤثر بالسلب على الاتحاد الأوروبي. وأولهم طبعا عمليات الهجرة غير الشرعية، عمليات الإرهاب عبر الحدود اللي بدأ يتغلغل في القارة الأفريقية. هناك أيضا فقر في العديد من الدول الأفريقية، عدم الاهتمام بالقارة الأفريقية من حيث التنمية والمستدامة ومن حيث المشروعات القومية وفي مجالات الصحة. احنا شفنا حتى وقت جائحة كورونا لم يتم التوزيع العادل لجرعات الأمصال على القارة الأفريقية. كل ده طبعا بيؤثر بالسلب على القارة الأفريقية، يؤثر على التنمية في القارة الأفريقية، وأيضا هيؤثر بالسلب لأن هناك عمليات، أي كلما يكون هناك فقر وعدم وجود تنمية شاملة في الدول فسيكون هناك عمليات هجرة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي اللي بتعاني كتير جدا من عمليات الهجرة غير الشرعية على أراضيها. وأيضا هناك أيضا عناصر وتنظيمات إرهابية متواجدة وقدرت إن هي تتسلل إلى الأراضي الأفريقية، وبعض الدول الأفريقية قد تكون أيضا تنتقل إلى بعض الدول الأوروبية وتنفذ هجمات إرهابية على الدول الأوروبية. إذا يجب أن يتكاتف دول الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي وتتكاتف الدول الأفريقية من أجل القضاء على البطالة، القضاء على الفقر، التوجه إلى التنمية الشاملة داخل القارة الأفريقية. ده كل ده هيحقق الاستقرار، هيحقق التنمية، هيحقق أيضا فرص عمل للمواطنين في الدول الأفريقية. وبذلك يعني هناك يعني نتذكر بعض الكلمات لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، قال أن لابد الاهتمام بآلية التمويل والرصد والمتابعة، مكافحة تهريب رأس المال والغش والتزوير والاستثمار في الطاقات. يعني مخيلتك لما يمكن أن تخرج به هذه القمة الأفريقية أو قمة الاتحاد الأفريقي والأوروبي لمثل هذه التطلعات؟ هو بالطبع يعني إذا كان هناك آلية، والآلية تكون واضحة في تمويل المشروعات وأنها بتتجه إلى الاتجاه السليم دون أن تتجه إلى اتجاهات أخرى، فأعتقد أن سيكون هناك تنمية في الدول وسيكون هناك تطوير وتحديث داخل الدول دي. فأعتقد أن يجب أن يكون هناك فعلا الآلية زي ما قال رئيس الاتحاد الأفريقي. هذه الآلية تكون منضبطة، هذه الآلية تكون بين طرفين، طرف الاتحاد الأوروبي وأيضا دول الاتحاد الأفريقي، من أجل توجيهها إلى المسارات السليمة التي تحقق النماء وتحقق الاستقرار في القارة الأفريقية، وأيضا تحقق فرص عمل للمواطنين. وأيضا النقطة الثانية المهمة هو كيفية مواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية المتواجدة داخل القارة الأفريقية. ده شيء مهم جدا ويجب أن يتم مناقشته بشكل متسع من ذلك، لأن هناك احنا شفنا ان في العديد من التنظيمات تم نقلها الى القارة الأفريقية، مثل داعش، مثل القاعدة، بوكو حرام متواجدة في العديد. يعني مصر قدرت انها من خلال تجمع الساحل والصحراء انها تدرب العديد من الضباط، وايضا تقيم مركز لمكافحة الإرهاب في القاهرة لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة في دول الساحل والصحراء، وبتتناقش وبتتراحس مع كل الدول الأفريقية لكيفية المواجهة. على أيضا دول الاتحاد الأوروبي أن يكون لها دور مهم جدا في كيفية القضاء على التنظيمات الإرهابية وكيفية عدم وصول التمويل لتلك العناصر ومحاصرتها في الأماكن اللي هم المتواجدين فيها، لأن كل ده بيأثر طبعا على التنمية، بيأثر على استقرار في القارة الأفريقية، وبالتبعية بيؤثر بشكل مباشر على
دول الاتحاد الأوروبي. نعم، على ذكر مركز مكافحة الإرهاب في القاهرة، يعني مصر دائما ما تعد صوت أفريقيا في المحافل الدولية، تحديدا يعني المحافل الأوروبية. برأيك كيف أسهمت مصر في نقل هموم ومشاكل القارة السمراء، وخاصة أن من المنتظر أن تأتي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المحفل لتضم مثل هذه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ومطالب بشراكة حقيقية من الاتحاد الأوروبي دون إملاء أو استقصاء؟ هو الحقيقه من عام 2014 حتى وقتنا هذا هناك توجه كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناه عن القاره الافريقيه، وكانت وصلت قمه هذه المطالب عندما تراست مصر الاتحاد الافريقي، وكان الرئيس دائما وابدا هو لسان حال القاره الافريقيه كلها، وشفنا العديد من الاجتماعات والعديد من المؤتمرات حضرها الرئيس، من ضمنها مؤتمر روسيا والقارة الأفريقية والصين والقارة الأفريقية وأيضا اليابان والقارة الأفريقية، كلها كانت الرئيس كان بينقل الصورة الحقيقية والوضع الحقيقي داخل القارة الأفريقية، من فقر، من عمليات محاولات تنظيمات إرهابية تتسلل، من عدم وجود أي سبل للمعيشة، كل ده أثر على القارة الأفريقية وأثر على تقدم القارة الأفريقية. أيضا الرئيس تحدث في قمة المناخ في جلاسكو عندما تحدث عن القارة الأفريقية وأنها هي القارة المتضررة الوحيدة في قضية المناخ، ويجب على دول العالم كلها أن تساند القارة الأفريقية في المواجهة. إذا مصر تضع القارة الأفريقية في جبهتها وتعلم جيدا أن التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية سيجعل هناك استقرار داخل القارة، سيجعل من دول الأفريقية تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة لأبنائها، وزي ما احنا شفنا أن مصر بتساهم بشكل كبير في عمليات التنمية داخل القارة الأفريقية من خلال إنشاء مشروعات كبيرة ضخمة مصر هي اللي بتنفذها، زي السد تنزانيا، زي العديد من الطرق، العديد من الكباري في المناطق الكبيرة، أيضا نقل الكهرباء، كل ده مصر تسعى إلى تحقيقه في الفترة الحالية والوقوف بجانب القارة الأفريقية في الوقت الحالي. نعم، يعني حينما تحدث أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي في هذا في حفل الافتتاح، قال نود أن يتم إعادة معايير تقييم مخاطر الاستثمار في أفريقيا. برأيك ما هي مخاطر الاستثمار في أفريقيا؟ هو هناك العديد من المخاطر للاستثمار داخل القارة الأفريقية، أو ينقل أن هناك العديد من المخاطر، مثلا المخاطر مثلا عدم وجود آلية حقيقية للتعامل مع الشركات الاستثمارية الكبرى، عدم وجود مثلا فرض السيطرة والأمن في بعض الدول، وجود صراعات إثنية بين القبائل بعضها وبعض، كل ده بيؤثر بشكل كبير على الاستقرار في تلك الدول. طالما ما فيش استقرار في بعض الدول لن يكون هناك استثمار، لن تضخ أموال في تلك الدول. وطبعا زي ما احنا بنؤكد مره تانية انه ايضا تغلب العناصر والتنظيمات الارهابيه، كل ده بيهدد الاستثمار في تلك الدول. فاعتقد ان في الوقت الحالي يجب زي ما احنا بنتكلم وبنقول وبنطالب ان يكون في اليه واحده للعمل وتوحيد الجهود بين القاره الافريقيه والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي من اجل تحقيق الاستقرار، تحقيق الامن، تحقيق التنميه المستدامه، وجود مراقبه شديده على كل الاموال اللي بيتم او يتم تمويل المشروعات بها، حتى تكون في الاتجاهات الصحيحه التي لا تؤثر بشكل على التنميه بشكل عكسي، وتتجه مثلا لتنظيمات ارهابيه او تتجه الى عصابات او تتجه الى مواقع اخرى غير لا يستفيد منها شعوب القاره الافريقيه. نعم، الاستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.